الحادي عشر من شهر يوليو تموز عام 82 من القرن الماضي، كانت مدينة مدريد شاهدة على ثالث تتويج للكرة الإيطالية بكأس العالم. يومها صعد حارس المرمى دينو تزوف لاستلام الكأس بصفته قائدا للمنتخب الذهبي. بعد ذلك التاريخ ب24 عاما في العاصمة الألمانية برلين، الأتزوري يسجل حضوره على مسرح نهائي المونديال ليتوج برابع ألقابه العالمية بفضل إسهامات لاعبيه البارزة وعلى رأسهم الحارس جانلويجي بوفون الذي لم تهتز شباكه سوى في مناسبتين فقط خلال البطولة، ليتم الاتفاق حينها على أن شرح اسم بوفون في معاجم كرة القدم لا تكفيه المفردات التقليدية التي توضع عادة أمام كبار اللعبة الشعبية الأولى ومشاهيرها ليصنف بعبقري المرمى. قبل ذلك التاريخ ظلت الكرة الإيطالية تبحث عن وريث شرعي لحامي عرينها بعد العملاق تزوف، لتجد في جيجي كما يحلو للطليان تسميته الأمين المناسبة لتبديد شغف وإبداعات المهاجمين. أسطورتا حراسة المرمى في إيطاليا، وإن شكلا في الماضي والحاضر عبر سنوات عديدة ركناً بارزاً ومناسباً لموهبتهما في بيت السيدة العجوز الذي كان أكثر اتساقاً مع أحلامهما بتحقيق المجد والألقاب، فإن الصدفة شاءت أن يكون منتخب السويد قاسماً مشتركاً أيضاً في المحطة الأخيرة لهما دولياً باعتزال قصري حمل في طيته الكثير من الحسرة والألم والأسى عقب فشل في بلوغ يورو فرنسا 84 بالنسبة لتزوف ومونديال روسيا 2018 لبوفون الذي ودع مرحلة زاخرة مع الأتزوري جعلت منه أفضل حارس مرمى عبر التاريخ والعصور في وقت كان يمني فيه النفس بوضع حد لمسيرته الحافلة وهو في عقده الرابع تحت أضواء الملاعب الروسية. ليجد الأخطبوط أو العنكبوت نفسه يذرف دموع الخيبة بميلانو في ليلة 13 من نوفمبر تشرين الثاني 2017، ليلة الزلزال والصدمة التي أصابت إيطاليا برمتها. جيجي يظل أسطورة حية دخل مجلدات عمالقة التاريخ الرياضي العالمي من بابه الواسع ليخلد إلى الأبد ويفتح مجالاً أمام جيل جديد لخلافته في حماية عرين الأتزوري. إذن بوفون قرر الاعتزال كابتن هشام.